السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. وفي هذا الفيديو راح نعرف شلون ننقل بيانات من ملف الى ملف اخر. لنفترض انه عندي ملف اسمه A يحتوي على كلمة معينة مثلا علي، وعندي ملف ثاني اسمه B يحتوي على كلمة معينة لتكون احمد، فاريد انقل الكلمتين من علي واحمد واستنسخن او اطبعهن على الملف الثالث باسم C. تمام، يعني نقل المحتوى اللي داخل ملف A الى ملف C، ونقل المحتوى اللي داخل ملف B ايضا الى ملف C. فلو اروح للبروجكت اقول له open folder، هنا راح اشوف عد ال A. طبعا افتح ال A يكتب بيه كلمة معينة اللي هي علي، سوي له Ctrl S save، راح اقول له click in new text، اخلق ملف ثاني سميه B، راح تكون بيه كلمة احمد، Ctrl S save، اخلق ملف ثالث طبعا اسمه C، وهذا راح يكون فارغ. لو لاحظ الملف فارغ، هذا الملف المفروض راح يصير بيه علي احمد، لان راح انقل محتوى الملفين مال A او B. تمام، فشنو احتاج اني بالبداية؟ راح اعرف مؤشر لكل ملف عندي داخل البروجكت، ومؤشر من نوع فايل بهذا الشكل، فايل ستار، خلينا نسميه A فارزة، اقدر اعرف اكثر من متغير طبعا، ستار B ايضا ستار للسي. راح اجي عندي كل مؤشر احنا نعرف انه لازم نخليه يرتبط بالملف، فراح اقول له A تساوي اف اوبن، اف اوبن المن الملف A دوت تي اكس تي ام دوت هذا. تمام، هنا راح نطي شنو كونستانت كار مود، المود اللي هو شنو اريد اقراني من الملف A، فالمود راح يكون عندي R هنا قراء اريد. تمام، لو اقول له كوبي بيست هذا كنترول اس بهذا الشكل، طبعا هنا راح تكون عندي B، هنا راح يكون عندي C، هنا ايضا B C، عفوا هذا B وهذا راح يكون عندي C. طبعا هنا الملف الاول انا اريد اقرا من عنده، الملف الثاني ايضا اريد اقرا من عنده، بس الملف الثالث انا اريد اطبع بالمحتوى مال الملفين، فهنا راح يكون عندي المود هو W، لان عندي طباعة. بالبداية انا هنا راح اعرف كار، بس راح اقولكم شنو سبب هذا الكار، طبعا كار CH، راح اخلي وايل. هاي الوايل احنا نعرف حتى نوصل نعرف هل الملف ما زال بي كلمات او احرف او لا. هاي الوايل طبعا اخذناها في الفيديو السابق، وايل الاف او بهذا الشكل، اف او اي او اف اي او اف اي اوف. تمام، هاي اختصار لفايل اند اوف. لو اجي بهذا الشكل افتح الوايل، ايش راح اقول له هنا؟ ايش راح يصير عندي الكود؟ طبعا خلينا نصغر الملف. تمام، فاول شيء انا راح اقول له اف بوت سي، راح اخلي بي السي اتش اللي راح اخذها من الملف A، وانا اخليها بالملف C. تمام، سي اتش شلون اخذها من ملف A؟ عن طريق شنو؟ عن طريق الاف جيت، فراح اقول له السي اتش تساوي لي الاف جيت سي الملف A. تمام، هنا راح يجيب لي صح كل المحتوى، راح يظل يجيب لي حرف حرف لحد ما ينتهي الملف، لكن بنهاية هذه الأحرف راح يجيب لي ربش اللي هو نهاية الملف، لأن هذه الدالة شلون تعرف إنه الملف تم، يعني تم إكمال الحروف اللي بداخله، ما بقى يعني أي حرف، فأكيد أكو ربش بنهاية السطر، يعني لو هذا عد السطر فأكيد أكو هنا فد ربش معين انه يدل على ان السطر تم انهائه، انه هاي هي نهاية السطر، فهنا راح يجيب لي حتى الربش. فشلون امنع وما اخلي يجيب لي الربش؟ مجرد ما راح اقول له بعد ما اجيب كل الحروف، اجيك حرف حرف، راح اقول له if
انه سي اتش اذا كانت تساوي لي تساوي لي الاند اوف الفايل، اختصار اي اوف اللي هي اند اوف الفايل. هذه الدالة طبعا هي تعتبر مو دالة، تعتبر متغير ثابت، متغير ثابت تمام كونستانت. طبعا هذا يعرف لي هل هناك ربش ام لا. اذا كان اكو ربش المفروض ما يدخله، فراح يقول له بريك، يعني انهي لي انه انتهى الملف، هو بريك يطلع لي من الدوارة، راح اقول له بريك. اما اذا ما كان اكو ربش ما راح تنفذ الاف، واكيد راح يخلي لي الاف بتسي المحتوى. طبعا بعد ما سويت هاي الحالة انه نقلت حاليا عن ملفات الاي، ملفات الاي تم نقلها. لو اجي هنا اسوي له اف بوت سي المن سنجل كوتيشن بهذا الشكل للسي، شنو فائدة هاي؟ انه خليت ملف داخل الملف سي، خليت فراغ تمام، يعني راح يصير المحتوى مال اي فراغ، ورا الفراغ راح اخلي المحتوى مال بي. محتوى مال بي شلون؟ راح يصير بالضبط نفس ما جبت محتوى الاي بهذا الشكل، كنترول زد كنترول في، راح يكون عندي هنا طبعا هذا هنا، هاي هنا ملف ونكتب تعليق عليه انكلود بي، هذا نفسه راح يكون قبل هاي الوان انكلود اي. وهذا طبعا الفراغ اني خليته حتى افصل بين الملفين. هنا راح اخلي البي داخل السي ايضا. لو اجي هنا اشوف داخل الوايل دي، هاي الدالة اللي قلنا عليها هي تشوف الملف زين، هاي تشيك الملف يا ملف تشيك. لاحظ لو اوقف عليها انه راح يقول لي هاي الدالة تستخدم بارامتر اللي هو اسم الملف اللي راح تشيكه، فالمفروض امرر لها اسم الملف اللي هو اي تمام. هنا ايضا المفروض امرر لها اسم الملف اللي راح تشيكه اللي هو بي، وتنقله بعدها للسي. حاليا لو انفذ المفروض ما احتاج الى جيت سي اتش، ما عندي طباعة، هذا صار عند الكود جدا واضح تمام. تكون واضحة تكون بهذا الشكل. هذا الكود عندي قاعد ينقلني من ملف المحتويات الموجودة ملف A و B إلى الملف C. هسه المفروض داخل C يكون موجود كلمة علي أحمد. لو اجي اسوي له تنفيذ رن، اذا تم تنفيذه اروح على بروجكت، اروح على اوبن اوبن فولدر، راح اختار ملف سي، راح اشوف انه تم طباعته بداخله كلمة علي احمد. طبعا مين جاب علي اللي هي موجودة ملف اي نقلناها. بعدها لو نلاحظ انه طبع الفراغ، هذا الفراغ الموجود، هذا الفراغ السبيس، بعدها طبع احمد الكلمة اللي هي الموجودة بالملف بي، وما جاب لي اي ربش خارج كلمة احمد، يعني نهاية كلمة احمد هنا اكو ربش. هذا ربش شلون منعناه احنا من انه يدخل داخل ملف سي؟ منعناه بهذه الدالة اللي هي end of file. end of file الثابت، المتغير الثابت اللي اختبرته حتى امنع الربش. اتمنى يكون واضح هذا الفيديو، اي سؤال عندكم اكتبوا لي اياه بالتعليق اسفل هذا الفيديو. شكرا لمتابعتكم.